ومعنا هاتفيا من عمان سيد حسين العليان المحلل السياسي. مرحبا بك سيد حسين. نبدأ من تداعيات ما تداعيات الضربة الأمريكية والتحذيرات الأمريكية، هذه التهديدات على سوريا واستهداف مقر النظام السوري وحلفائها من الميليشيات المرتبطة بإيران داخل سوريا. يعني يمكن احنا في العراق اكثر ناس يفترض يكون فاهمين المشهد في سوريا والدور الامريكي. المساله لم تعد متعلقه بالميليشيات في سوريا، ولا المساله جيوستراتيجي في تغيير خرائط المنطقه. الولايات المتحده اللي اطاحت بالعراق لم يعد يعنيها ميليشيا هنا وميليشيا هناك، هي تفكر باعاده رسم خرائط المنطقه. اما ان ندخل بتفاصيل ميليشيا هنا وميليشيا هناك، والنظام السوري ضرب والنظام السوري استخدم كيميائي، سبق وان مرروا نفس الاكذوب علينا في العراق يعني. فلا يجوز ان يعني نرجع نرتكب نفس الخطيئه او نفس الخطا. طيب، كيف تقرا اذا تحرك ميليشيا الحشد بهذا الشكل؟ يعني مقتدى الصدر والنجباء وقد ابدت استعدادها القتال ضد القوات الامريكيه في الداخل السوري. يعني هم حلفاء للنظام السوري، وكلاهما مستهدف، سقوط احدهما سيؤدي لسقوط الاخر، ومن باب اولى انهم يتضامنوا مع بعض للدفاع عن انفسهم. يعني اذا بدنا نحكي سياسي، بس اذا بدنا نحكي بشكل مختلف ان يعني نجير المساله بشكل خلافات داخليه هذا شيء اخر، لكن ان يصرح الصدر انه سيقاتل في سوريا دفاع سبق للصدر وان اتهم النظام السوري وارتكب حماقات، لا يعتد بكلامهم يعني، لا يعتد بهذا الموضوع. نعم. اليوم العراق انت بتعرف مقسوم نصفين، نصف سلطه في العراق للامريكان والنصف الاخر للميليشيات وايران. وبالتالي طبيعي يعني يصطدم الاثنين اذا اصطدموا في سوريا. اذا كانت ميليشيا الحج جديه في هذا التهديد ضد هذه التهديدات الأمريكية، لماذا قاتلت مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضد تنظيم الدولة، ولماذا لم تستهدف القوات الأمريكية في العراق هذه الميليشيات؟ يعني كل يبحث عن مصالحه، يعني كل يبحث عن مصالحه، هو له مصلحة بالإمساك بالسلطة، هو بالتالي مقاتلة خصومه اللي ممكن يطيحوا فيه من السلطة، وبنفس الوقت له مصلحة في التحالف مع إيران، وشيء طبيعي يقاتل الى جانب الايرانيين، يعني هذا الديدن السياسه يعني. نعم. ولكن يعني ما الذي يستفيد منه العراقيون من هذه التهديدات، ولماذا يراد اقحام العراق بهذه المعركه الخارجيه؟ وانت بتعرف انه بدت الازمه في المنطقه باستهداف العراق. العراق كان هو ركن الامن الاستراتيجي في الامن الاقليمي العربي بشكل اساسي، والامن الاقليمي بشكل عام. عندما اطيح بالعراق اللي استهدفوا في هذا في خلخله هذا الامن هم العرب. العرب بعد العراق اليوم محاوله الاطاحه في سوريا والاطاحه في اليمن تحت ذرائع شتى ومختلفه، مره بقول لك الحوثيين ومره بقول لك العلويين ومره بدخلك في 100 اتون مشكله، هذه ليست مشكلات جديده في بلداننا العربي. اما ان توظف اليوم في خصومات مذهبيه هنا وهناك لحساب هذا النظام السياسي في ايران او الولايات المتحده تاره، هذا شيء اخر. المشكله لدينا يا صديقي، المشكله لدينا يجب ان ندافع عن مصالحنا ولا ندافع عن مصالح الاخرين، بس احنا في حاله انعدام وزن. الاغلب العربي، النظام الرسمي العربي مرتبط بالولايات المتحده الامريكيه ويخدم المشروع الصهيوني، وهناك عرب يتحالفون مع ايران يخدمون مشروع ايران، ومشروعنا العربي والحمد لله مفقود. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان سيد حسين العليان المحلل السياسي.